أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب اليوم إلى القدس، إلى الأقصى الذي لا زال جرحا ربما ينسف، لكن قيض الله له مرابطين يدافعون عنه في كل لحظة، ولعله جزء من الوعد الإلهي أن يأتي من يدافع عن القدس والأقصى حتى في حالة تراجع الأمة أو نقص الأمة أو تغير الموازين. إنها ربما سنة الأقصى أن يدافع عنها الكثير. اليوم نستضيف لذلك ضيوف كرام علينا من هناك، من فلسطين المحتلة، من مناطق 48، الأستاذ المحامي خالد زبارقة، مدير مؤسسة القدس للتنمية سابقا. أهلا وسهلا أستاذ خالد. والدكتور حكمة نعامنة، مدير عمارة الأقصى والمقدسات سابقا. أهلا وسهلا بك. أول شيء مرحب فيكم الأردن، وأهلا وسهلا فيكم في قناة اليرموك. ويعني لابد أن نقول لكم تحية لكم ولكل المرابطين هناك، لا سيما أهلنا في 48 وما يقدمون في هذه اللحظة، محل تقدير من الأردنيين جميعا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أول شيء نبدأ معك أستاذ خالد زبارقة، لماذا مدير مؤسسة القدس للتنمية سابقا وأيضا للدكتور حكمة سابقا؟ المؤسسات هذه أين ذهبت؟ يعني ما الذي جرى لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نقدم شكرنا نحن في مدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني وكل المهتمين في مدينة القدس لقناة اليرموك حقيقة لما تقوم به من دور مبارك في دعم ونصرة قضية القدس والأقصى، قضية الأمة في هذه الأيام. مؤسسة القدس للتنمية سابقا هي مؤسسة خدماتية أهلية كانت تعمل في مدينة القدس، كانت تساعد الأرملة واليتيم وطالب الجامعة والشباب والرجال، وكانت تدافع عن المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، وكانت تدافع عن من يقوم الاحتلال بهدم بيوتهم وتمنع هدم هذه البيوت، وتدافع عن الأراضي وتكرس الهوية العربية الفلسطينية الإسلامية لمدينة القدس. كل هذه المشاريع أقلقت قادة وساسة المشروع الصهيوني، وقاموا في يوم 12-11 من هذا العام بحظر هذه المؤسسة وإخراجها عن القانون. ولذلك أنا اليوم يعني أقف بين أيديكم كمدير للمؤسسة السابقة المغلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنها. أيضا مدير عمارة الأقصى والمقدسات أغلقت، لماذا؟ ما هي الأعمال التي كانت تقوم بها دكتور؟ نعم، مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات قد أغلقت بعد مجهود من 2010 لحد تقريبا شهر 9. تم إغلاق هذه المؤسسة التي عملت على الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، عملت على التواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك، عملت على إحياء المسيرة العلمية في المسجد الأقصى المبارك، عملت على توعية الأطفال في القدس، على أطفال في الداخل الفلسطيني، على ربط الداخل الفلسطيني والقدس في المسجد الأقصى المبارك، على يعني الإبداع في مشاريع للربط وإحياء حب المسجد الأقصى المبارك في قلوب الناس، في وجدان عقول الناس، في كل هذه الأمور. ولكن بسبب هذا الصمود، بسبب هذا الإنتاج، بسبب هذا التوجه وهو المسجد الأقصى المبارك، تم إغلاق هذه المؤسسة بشكل تعسفي. نعم. ولكن الحمد لله رب العالمين، هذه المؤسسة أنتجت يعني إنتاج خاص ومميز، وهو إنتاج بشري الذي يتعلق في المسجد الأقصى المبارك بشكل دائم ولن يبعد عن هذا المسجد أبدا. نعم، اعتقل دكتور؟ تم اعتقالي لفترة محدودة وتم التحقيق معي لفترة، ومن ثم الحمد لله تم الإفراج عني. الحمد لله رب العالمين. أعود لك أستاذ خالد، ربما فهمت من نتيجة إغلاق المؤسستين أن هناك قلق من مشروع صهيوني وساسته وقادته كما أشرت، من عملية التشبيك بين فلسطيني الداخل وبين المسجد الأقصى، أو بين حتى يعني المشروع الوطني الفلسطيني برمته. صححني، يعني هذا على ما يبدو أنه يقلقهم، لكنه يسير باتجاهه الصحيح؟ المشروع الصهيوني ومنذ أن احتل مدينة القدس في عام 67 عمد إلى تنفيذ مخطط ممنهج لفصل مدينة القدس عن عمقها العربي والإسلامي، وبفرض الحدود والقطيعة بين مدينة القدس وبين العالم العربي والإسلامي، ومن ثم فرض القطيعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضا فصل قطاع غزة عن مدينة القدس، جدار الفصل العنصري المعروف للجميع. نعم. وفصل كل الضفة الغربية
أو بالأحرى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية وعن تواصل الجماهيري من الضفة الغربية إلى مدينة القدس، وفصل أيضا جزء من سكان مدينة القدس بما يقدر بمئة ألف نسمة من سكان القدس الأصليين عن مدينة القدس. ظن المشروع الصهيوني أنه بهذه السياسة وبهذا الفصل قد أنهى مشروعه ويستطيع أن يتقدم في مشروعه التهويدي الاحتلالي التدميري للمسجد الأقصى المبارك، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يسر لهذا المسجد من يقوم بالتواصل معه والتواجد معه وإحيائه وحمايته ونصرته من أهلنا في الداخل الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس الذين ما زالوا صامدين حول المسجد الأقصى المبارك. والحمد لله رب العالمين، بفضل هذا الصمود وهذا الثبات وهذا التواصل، نحن الآن حتى الآن المسجد الأقصى المبارك موجود صامد ثابت بفضل هذه الجهود والقارع، وبالعكس هو داخل في صراع، ربما صراع عن الأمة كلها مع هذا المشروع الصهيوني. دكتور حكمت، دعنا نتحدث عن استراتيجيات فلسطينية 48 في مواجهة اللي تحدث عنه الأستاذ خالد. الأستاذ خالد يقول أن هناك كان يعني سياسة إسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، فوجئ بكم أنتم يعني ربما لخصوصية طرفكم ووجودكم، وربما يعني حتى الخصوصية المتعلقة بوجودكم في إسرائيل كمواطنين، يعني هكذا استفاد المسجد الأقصى. ما هي الاستراتيجيات التي يحملها مواطني فلسطيني الداخل أو سكان مناطق 48؟ تفضل. نعم، المسجد الأقصى المبارك هو حي في كيان كل مسلم في العالم، ونحن في الداخل الفلسطيني رب العالمين يعني ميزنا في استطاعتنا الوصول إلى هذا المسجد المبارك. نحن في الداخل الفلسطيني وفي القدس نرى أن المسجد الأقصى المبارك هو أقدس بقعة في فلسطين وفي الشام، فلهذا نحن نعمل نهارا وليلا على التواجد وحماية المسجد الأقصى المبارك بكل ما أوتي لنا بقوة بكل الوسائل. فالحمد لله رب العالمين، نحن في من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية التي قمنا بها لفترة طويلة، ومنها وأهمها مسيرة البيارق وأيضا مشروع مصاطب العلم الذي تم. خلينا نحكي عن مسيرة البيارق بالله بالتفصيل، لأن الجمهور الأردني حاب يسمع عن مسيرة البيارق حتى يعرف الجهد اللي بتقوموا فيه، يعني المشاريع الكبرى يعني. نعم. هذه المسيرة المباركة هي مسيرة تخص الداخل الفلسطيني، حيث أن هذه المسيرة تسير الحافلات من القرى والمدن في الداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وبدون أي انقطاع وبأغلبية الساعات يعني تأتي بآلاف المسلمين بشكل يومي، والحمد لله رب العالمين هم صامدون، عندهم برنامج ورؤية استراتيجية مستقبلية لزيادة الأعداد ولزيادة هذا التواجد، وأيضا يعني تزودون المسجد بصلاة الفجر بعدد، بصلاة الظهر في عدد، يعني هكذا يعني هيك فهمني يعني بالضبط احنا يعني في عنا استراتيجيه في التواصل مع المسجد الاقصى المبارك في كل الساعات. حلو. في كل الصلوات، في صلاه الفجر، في صلاه الظهر، في صلاه العصر، في صلاه العشاء، فهو ايضا يعني بالاضافه الى كل هذه يعني بهذه المسيره ايضا يقومون بعمل دروس خاصه ويعني حتى افتراض في الصباح لهؤلاء يعني المصلين واعتكاف ورباط، وكل هذا يدعمهم من مسيره البيارق من خلال هذه المسيرة المباركة التي يعني أكرم رب العالمين بكونها في الداخل الفلسطيني وكونها في المسجد الأقصى المبارك. هذا أحد المشاريع المهم جدا، والمشروع يعني الثاني في الأهمية وهو مشروع مصاطب العلم. كما ذكرنا سابقا والآن هو تم أو يتم محاربته بشكل يومي، وهو حيث أن هذه المسيرة بالذات ومسيرة مصاطب العلم من أول يوم بدأت تم محاربتها من خلال إبعاد الطلاب، طلاب مصاطب علم، من خلال التضييق على المدرسين في هذه المصاطب، من خلال يعني منهجية واستراتيجية يعني لعدم لمحاولة عدم استمرار هذا المشروع، مشروع مصاطب علم، ولكن الحمد لله رب العالمين استمر هذا المشروع بثبات وبقوة، وتضاعفت أعداد هؤلاء المرابطون في 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 يعني في البرد وفي الحر. كان يعني أذكر أن هؤلاء المرابطون
في مصاطب العلم يخرجون في قبل صلاة الفجر من الجليل ومن منطقة الجليل التي هي في شمال فلسطين، ويصلون المسجد الأقصى المبارك في الساعة 7:30 صباحا بشكل يومي، أنا أتكلم من الأحد إلى الخميس، يربطون في رحاب المسجد الأقصى المبارك على مصاطب المسجد الأقصى المبارك التي هي يعني ليست مغطى، ليست يعني في خارج العراق. نعم في العراق بالضبط. كل هذا بهذا الصمود فقط من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك وإشغاله بوجود المسلمين هناك والمسلمين وحبا يعني في العلم جميل. سنعود لكثير من المشاريع. أستاذ خالد حاب تعقب شيء ولا أروح لسؤالي؟ شايفك متحفز. خذ راحتك. يعني ما تفضل به الدكتور حكمت فعلا هذا هو المشهد. الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يفرض قطيعة على مسجد الأقصى المبارك، ومن جهة أخرى حاول أن يؤمن اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من طرف اليهود والسياحة الأجنبية، ويريد الآن أن يغير المشهد العام داخل المسجد الأقصى المبارك. طيب رح نحكي عن المشهد العام وتشرحوا لنا إياه، لكن قبل ذلك هذه المشاريع هل هناك صراع قانوني بين هذه المشاريع وبين القانون الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية، أم أن القانون يعني طبيعة القانون ييسرها استغلها المشروع؟ نريد أن نفهم هذا وأنت أستاذ محامي. جهاز ما يسمى جهاز القضاء الإسرائيلي هو جهاز قضاء للاحتلال الإسرائيلي. بما أن الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس باطل، لذلك لا يوجد أي سيادة ولا أي شرعية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، كذلك لا يوجد أي سيادة أو شرعية لأي جهاز من أجهزة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس. وجود يعني محاولة فرض الجهاز القانوني أو المنظومة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس هي باطلة من الأصل. حلو. الموضوع الثاني في هذا الموضوع أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يوظف إمكانياته وسلطته وصلاحياته من أجل خدمة الاحتلال. نعم. ومن أجل خدمة سياسات الاحتلال، ومن أجل خدمة ممارسات الاحتلال، وضد الحقوق العربية الفلسطينية الإسلامية في القدس والمجد. هذا من ناحية المبدأ. لكن في ثغرات تنفذ منها هاي اللي هنا لأسانك صدق. نحن حريصون جدا على أن لا نجر قضية المسجد الأقصى المبارك إلى جهاز المحاكم الإسرائيلي. حلو. وحريصون جدا لأن جر المسجد الأقصى المبارك ومرافق المسجد الأقصى المبارك إلى جهاز المحاكم الإسرائيلي يعتبر اعترافا ضمنيا غير مباشر بالسيادة أو بالشرعية بين قوسين الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك، ولذلك نحن يعني لا نتوجه إلى الاحتلال أو إلى جهاز المحاكم الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك بتاتا. هذا يختلف عن القضايا التي خارج المسجد الأقصى المبارك بما يخص المعتقلين وبما يخص يعني إذا الإخوان بالإخراج الفيديو اليوم اللي صار في برنامج صباحي عندنا في 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 اليرموك مع زميلنا ينال فريحات، إذا الفيديو جاهز حتى يعلقوا عليه الشباب تعطوني إشارة. بدك شوي؟ طيب خذ شوي اخوي. طيب جاهز؟ يلا اعطينا اياه عشان يعلقوا عليه الشباب، تفضل. اللحظات يتم اقتحام المسجد الاقصى بخبر للاسف اصبح وكانه يعني روتيني، وهنالك مناوشات واشتباكات في ساحاته وباحاته، وكذلك الحال في بلده رام الله، ومستوطنون يدهسون الطفل عمر عثمان زيتون بشمال رام الله. عشان نعرف أكثر عن هذه التفاصيل خاصة في المسجد الأقصى تنضم إلنا من قلب ومن داخل المسجد الأقصى الصحفية الزميلة لواء أبو رميلة. لواء سلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لواء، لو تصفي لنا الأجواء الآن في المسجد الأقصى. نعم، قبل قليل خرجت آخر مجموعة من المستوطنين باحث المسجد الأقصى منذ الساعة 7:30 صباحا، وحتى قبل دقائق وصل عدد المقتحمين أكثر من 120 مستوطنا قاموا باقتحام المسجد الأقصى خلال مغادرة ال أنا على الهواء. أنا بديش أعطيك إفادتي. في شو بدهم يحاولوا عم بحاولوا يعتقلوني. أنا ما بدي أعطي إفادتي. نعم عليك السلام يعني لواء، وإذا نعم شرطة الاحتلال تحاول اعتقالي. ما بدي أروح الشغلة بالغصب، أنا ما بدي أشكي عنه، أنا على الهواء فكرة، أنا على الهواء، أنا على التلفزيون. مشاهدينا الآن الصحفي لواء برميلة في قلب المسجد الأقصى ويحاول جيش وشرطة الاحتلال اعتقالها. لواء إذا بتسمعيني يعني إحنا يعني ندعوك إنه تأخذي احتياطاتك ويعني تتلافي هؤلاء الصهاينة
بأي طريقة يمكن تكون لمصلحتك لو إذا بتسمعينا؟ نعم نعم نعم. حقيقة أحد المستوطنين قام بدفعي قبل ساعة من الآن في باب التاسع عند خروج من المسجد الأقصى. أن باب شرطة الاحتلال يريد يطلب مني أن أشكو عن المستوطن، طبعا هي حجة ليقوم بإبعادي عن المسجد الأقصى وتسليمي قرار إبعاد. أنا لا أريد أن أشكي عن المستوطن، هو يقول لي ستذهبين إلى شرطة الاحتلال إلى مركز التحقيق لتقومي بالشكوى عن المستوطن، هذا ما يحدث الآن. يعني هو بده يخليكي يعني بالغصب تروح تشكي على المستوطن، شو 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 بده يعني؟ شو مستوطن؟ نعم. يعني هو يريد إخراجك بأي طريقة يعني؟ نعم يريد نعم أنا في باب السلسة ويريد إخراجك. يعني إحنا يعني نتمنى لك السلامة. دكتور حكمت بدي تفسر لي ليش هناك إصرار من الشرطة الإسرائيلية أن تذهب الأخت لواء وتشتكي على المستوطن اللي اعتدى على المرابطات وهي لا تريد، يعني يبدو أن عندها وعي بشيء ويبدو أن هناك إصرار من الصهاينة، يعني فسر لنا هذه الحالة وعليه يبدو أنها منسجمة مع اللي ذكره الأستاذ خالد. تفضل دكتور. نعم هذه الظاهرة وجدناها ورأيناها اليوم بالذات. نعم. حيث تم الاعتداء أولا على المبعدات عن المسجد الأقصى المبارك الذين هم يعني يرابطون على بوابات المسجد الأقصى المبارك، خاصة على بوابة باب السلسلة بالذات. تم الاعتداء عليهم بشكل همجي، وحتى يعني تم للأسف يعني البصق على أحد الأخوات وضرب إخوة، وحتى الذي دافع عن هؤلاء الأخوات تم أخذه، وحتى الآن هو في التوقيف، وهو أيضا صحفي وأيضا شخص آخر هو مركز ومبعد أيضا تم توقيفه. ولكن في هذه النقطة بالذات يعني نقطة أن أرادوا من هذه الأخت ولا أو الأخوات في المرابطات بتقديم الإفادة على المستوطن، يعني هو إفادة وشكوى. نعم تقديم بالضبط تقديم شكوى على هذا المستوطن. طبعا الاحتلال أو يعني هو يعني يعمل بشكل متكامل. هو يريد من خلال هذه الشكوى أن يؤكد أو يحاول فرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك من خلال يعني تقديم الشكوى للمحتل على ما يتعلق في مسجد الأقصى المبارك، والذي نحن يعني نؤمن ولا يعني يريد أن يظهر بأنه يفض المنازعات بين متخاصمين المستوطن والسكان، كأنه هو يعني مسؤول عن المنطقة. هيك بالضبط الأخت عندها وعي ورفضت. نعم هيك. كأنه هو المسؤول عن المنطقة على المنطقة، وطبعا يعني نحن لا نعترف في أي مسؤولية لهذا الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وما يجري في المسجد. في وعي عندكم وعند المرابطين؟ هيك نعم يوجد وعي يعني كبير عند الأخوة بشكل يعني عند المرابطين بشكل واضح، وكل هذا بفضل يعني التوعية المستمرة لها. وهذا واضح من كلام الأخت لواء. طيب اسمحوا لنا بس عشان معنا الآن على الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعية الأخت هنادي الحلواني أصبحت جاهزة معنا. الأخت هنادي مساء الخير. طيب يبدو أنها متجاهزة. طيب أعود للأستاذ خالد. هذا السلوك باعتقادك أنه بيفوت فرصة عليهم قانونية؟ يعني ليش مصرين انهم يحققوا شكوى ايضا؟ يعني كأنه الوعي هون بفوت على المحتل وعلى اجهزته وعلى قضائه فرصة قانونية، ولا هو مجرد صراع معنوي على السيادة؟ الاحتلال الاسرائيلي يبحث اليوم عن الشرعية. والاحتلال الاسرائيلي انا باعتقادي انه هو الذي وفر الحمايه لاقتحام المستوطنين لداخل المسجد الاقصى المبارك، هو ايضا وفر الحمايه لاعتداء المستوطنين على المرابطات ايضا داخل المسجد الاقصى او على بوابات المسجد الاقصى المبارك. ولذلك الاحتلال الاسرائيلي بهذه اللعبه يحاول ان يجرنا او يجر قضيه المسجد الاقصى المبارك او ما يحدث داخل المسجد الاقصى المبارك الى جهاز المحاكم الاسرائيلي. لذلك انا احذر من هذه الخطوه، انا احذر الاحتلال الاسرائيلي من هذه اللعبات التي باتت مفضوحه وباتت واضحه للجميع. الجميع فاهم اللعبات الاسرائيليه وكيف انه يوظف ايضا قطعان مستوطنيه لفرض وقائع جديده على الارض. وبهذه المناسبه نحن نحيي من هذا الاستوديو، نحيي الاخت لواء ابو رميله على موقفها. نعم واضح. الواضح وصمودها الواعي وشجاعتها الثابت وشجاعتها اللي كانت واضحه للجميع. نعم ناخذ بعد اذن كل المعنى عبر الاقمار الصناعيه الاخت هنادي الحلواني. مساء الخير اخت هنادي. مساء النور حياكم الله. يعني انت مقدسيه مبعده، لماذا ابعدوك اخت هنادي؟
نعم أنا مقدسية أسكن بالقرب من المسجد الأقصى، بيتي يبعد عن المسجد الأقصى تقريبا 10 دقائق سيرا على الأقدام. هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إبعادي عن المسجد الأقصى، كما يدعون بأنهم يبعدونني عن المسجد الأقصى لأنني أثير الفوضى والشغب ولأنني أهدد أمن المواطنين المتواجدين في المسجد الأقصى. هذه طبعا دعواهم اللي دائما يدعونها في كل مرة يسلموني قرار إبعاد فيها. نعم، ما المقصود هنا بالإبعاد؟ وضحي لنا شو يعني الإبعاد. الإبعاد عن دخول، منع دخول المسجد الأقصى والأروقة المؤدية إلى المسجد الأقصى، منع دخول تماما يعني. نعم، هو مجرد قرار إداري، تستطيع أن تراجعي أن تستأنفي، يعني إجراءاتك القانونية كيف تكون أخت نادي؟ هو قرار إداري ونحن لا نعترف بقرارات المحتل ولا نعترف بدولته ولا نعترف بسياسته وبكل قراراته التي يقرها لنا، فلذلك نحن لا ننتظر منهم قرار ولا ننتظر أن نتعرض للجوء لمحاكمهم، لذلك نحن أصحاب هذا المكان ونحن لنا الحق أن نقرر متى ندخل ومتى نخرج من المسجد الأقصى المبارك، ولكن كما تعلمون المسجد الأقصى يقع في قبضة الاحتلال الإسرائيلي فيعطي الكثير منا قرارات إبعاد غاشمة بحقنا. أشرت إلى أنه هذه المرة الرابعة لإبعادك، كيف عدت في المرات الماضية؟ نعم، كيف عدت؟ ما هي الأدلة؟ تم إبعادي أربع مرات عن المسجد الأقصى. في المرة الأولى تم إبعادي لمدة 2 شهر عن المسجد الأقصى ومن ثم رجعت، وبعد عدة شهور كلما يرون بأن هنالك فترات من الأعياد ستقترب أو بأن هنالك مناسبات معينة ستقترب يقومون بتسليم قرارات إبعاد، وفي كل مرة تكون حجتهم الواهية في إعطاء قرار الإبعاد بأنني أثير الفوضى والشغب وبأنني أخل بالنظام العام. تخيل أنني أخل بالنظام العام في المسجد الأقصى المبارك. نعم، دائما قرارات الإبعاد محددة بزمن أخت نادي؟ نعم تحدد بزمن. نعم، هذه المرة كم أبعدوك؟ هذه المرة 3 شهور وبقرار إداري. أنت تثيرين الشغب، أنت ماذا تفعلين داخل المسجد؟ أنا أصلي في المسجد الأقصى وأتعبد وأعلم دروس القرآن في المسجد الأقصى. نعم، طيب هل هذا سيؤثر عليك في مواصلة تعليمك وفي يعني هل أثر عليك على مزاجك تجاه المسجد الأقصى، على رغبتك في العودة مرة أخرى؟ يعني نتيجة هذا القرار كيف هو على هنادي؟ كل هذه القرارات كل هذه القرارات وكل هذه الإجراءات التي يقوم المحتل باتخاذها تجاهنا كمصلين وكطالبات وكنساء وكمدرسات في المسجد الأقصى لن يثنينا عن التواجد وعن استمرار التواجد إلى والحضور إلى المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى. لا تزيدنا قراراتهم هذه إلا ثباتا وإصرارا على التواجد في مسجدنا. وإني وأنا الآن مبعدة عن المسجد الأقصى، فأنا أتواجد يوميا على عتباته وعلى أقرب نقطة أستطيع الوصول إليها. يوميا أنا أتواجد على باب السلسلة أو حتى على باب حطة أو حتى على باب الأصباط. نعم، أخت هنادي، المرأة المقدسية ربما كانت علامة بارزة في هذه المرحلة في الدفاع عن المسجد الأقصى، كيف يمكن أن نصف دورها في هذه المرحلة؟ طبعا كما تعلمون أن المرأة المقدسية على مر العصور وفي تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين كان لها دور كبير جنبا إلى جانب مع الرجل، وكان لها دور في شتى الميادين، ولعل الآن والضوء مسلط نحو قضية المسجد الأقصى وهو الموضوع الأكثر سخونة، فكان للمرأة دور كبير في الدفاع عن المسجد الأقصى، إذ أن نساء المسجد الأقصى وحرائره أخذن على أنفسهن عاتق الدفاع عن المسجد الأقصى والتصدي والدفاع بكل ما يمتلكنا من قوة في من أجل الدفاع عن هذا المكان المقدس. نعم، ماذا تقولي للأمة وأنت يعني مناضلة، يعني نحترمك ونقف خاجلين أمامك، ماذا تقولين للناس، ماذا تقولين للأمة؟ أقول للأمة العربية والإسلامية، إلى متى نبقى نياما؟ متى نغضب؟ في ال4 سنوات الأخيرة تم اقتلاع ما يقارب 15 شجرة جذورها ضاربة في عمق الأرض تظل بها جدي وجد جدي. ما الذي يوقع هذه الأشجار من المسجد الأقصى؟ وأقول في ال3 سنوات الأخيرة تم إبعاد 40 امرأة مقدسية على فترات
فترات يعني متتالية، 40 امرأة مقدسية يقتنون بجانب المسجد الأقصى، إلى متى نبقى نياما غافلين ويسحب البساط من تحت أرجلنا ولا يبقى لنا معذرة أمام الله يوم القيامة؟ ماذا ننتظر؟ أننتظر أن يقسم المسجد الأقصى ويحدث له كما حدث للمصلى الإبراهيمي، ثم قد نجد همسا أو قد نرى همسا أو لا نرى؟ لا نريد أن نعرض المسجد الأقصى للخطر، نريد أن ندرى عنه أي محاولة تقسيم أو أي محاولة اعتداء أو أي محاولة تقسيم زماني أو مكاني أو أي مخطط صهيوني أن ينفذ على أرضه، ونحن أبناؤه ونحن أصحاب المكان الحقيقيين لهذا المكان المقدس. هل تدركين يا هنادي أن المسجد الأقصى بخير ما دام هناك أمثالك يدافعون عنه بهذه الطريقة؟ تدركين ذلك؟ إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله أن الله سيسر للمسجد الأقصى من يذود عنه ومن يدافع عنه، وبإذن الله النصر قريب، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى وعد بنصر الأقصى وما ذلك على الله بعزيز. النصر آت لا محالة، ولكن أناشد أبناء الأمة أن يركبوا في قافلة اركب معنا في نصر الأقصى لأجل الدفاع والذود عن المسجد الأقصى بإذن الله. ونحن نناشدك بأن تستمري، ونناشدك أن تبلغي تحياتنا لجميع المقدسيات التي يعني نخلع لهن القبعات ونحييهن، ويعني اليوم لولاكو يعني المسجد الأقصى ربما يعني يصرخ بطريقة مختلفة. أشكرك هنادي الحلواني وأتمنى لك التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هنادي وجميع المرابطات هناك في 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 بيت المقدس. تحية لك سيدتي، تحية لك، شكرا لك. شكرا لكم. حياك الله. حياكم الله. السلام عليكم. يعني إذا المخرج بعطيني فاصل بكون أفضل ولا لا؟ تعطيني فاصل؟ يلا أعطيني فاصل. يعني تتلعثم الكلمات أمام صمود يعني المرابطات يعني، ونشعر أحيانا بخجل من ذلك. أعود لك دكتور حكمة، أنا يعني ما قالته الأخت هنادي واضح أن هناك إبعاد لأهل القدس عن القدس، يعني واضح أنه في هذه استراتيجية يستخدمها المحتل. كم هي يعني تفيده، كم هي هذه الظاهرة منتشرة، لماذا لجأ لها، هل تفوت من عضد الناس هناك؟ نتحدث عن أهل القدس. نعم، نحن نتكلم أولا عن إبعاد أهل القدس عن الأقصى نفسه. نعم، يعني هذا هي المقصود عن الأقصى قصدي. نعم، هذه هي المنهجية التي قام بها الاحتلال سابقا واليوم أيضا،
يعني ثني المرابطون والمرابطات عن التواجد في المسجد الأقصى المبارك من خلال قرارات مثل هذه قرارات الإبعاد. يوجد إبعاد لمدة محددة إدارية، ويوجد إبعاد عن طريق المحكمة الصهيونية، يوجد إبعاد أيضا مفتوح بدون أي يعني أي بدون أي شيء، بدون أي ورقة، ولا ورقة إدارية ولا حتى ورقة من المحكمة. وكل هذا أيضا يعني لا نؤمن فيه ولا يعني نقبل به. هذه الاستراتيجية قام بها الاحتلال كما قلت يعني لتوقيف هذا المشروع سابقا، مشروع المصاطب، واليوم مشروع الرباط بعدة أسماء. كل هذا يعني كان بشكل خاص للنساء، لأن طبيعة المرأة أنها لا تستطيع الوقوف في على الأبواب أو تقف في خارج في الطرق الطرقات. كل هذا بالرغم من كل هذه الإبعادات، من كل هذا الأسلوب، يعني المرابطات في المسجد الأقصى المبارك قاموا بتحدي يعني لم أرى مثله مسبقا. يعني حتى جلسوا في خارج المسجد الأقصى المبارك في الطرقات لعشرات الأيام، الله. ثابتات، مرابطات، محتسبات، يقرؤون القرآن، يتصدون يعني في كل الوسائل. وبالفعل انتصروا على الاحتلال واستطاعوا الدخول مكبرات، وذلك يعني في عدة مراحل في 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 هذا المشروع وفي هذا الرباط. والحمد لله يعني من فترة قصيرة، من تقريبا أسبوع أو 10 أيام، كان أيضا هذه المحاولة لإبعاد كل المرابطات في المسجد الأقصى المبارك في الخارج، والحمد لله رب العالمين بسبب صمودهم الأسطوري استطاعوا الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك رغما عن الاحتلال. نعم. رغما عن الاحتلال، رغما عن كل هذه الوسائل وهذه السياسات. والحمد لله رب العالمين هم صامدات، والمرابطون أيضا هم صامدون. المرابطون يعني بالفعل وجدنا من كان يعني يحمي المرابطات بكل ما أوتي من قوة، واليوم أحد الأشخاص المرابطين يعني كان يكون في هذا الدور وتم إبعاده عن القدس بشكل كامل. نعم. وهو مقدسي وتم إبعاده عن القدس خارج بشكل المدينة يعني. نعم، خارج المدينة، وهو طبعا يعني صابر ويرابط بإذن الله بكل الوسائل. نعم. أستاذ خالد، يعني ربما أيضا قصة الإبعاد أهل القدس عن المسجد، والآن الحديث عن الإبعاد عن القدس يعني بهذه الطريقة، سلاح قانوني، لماذا يستخدمونه أيضا؟ هل أضحى مثمرا أم أنه يعني لو قرأنا قراءة بالبداية قانونية ثم يعني قراءة سياسية؟ الاحتلال الإسرائيلي يحاول اليوم أن يستعمل كل طريقة من أجل إسكات صوت القدس وصوت الأقصى. نعم. وهو يستعمل إجراءات ظاهرها يحاول أن يطفي عليها شرعية معينة اسمها قانون، أوامر، قرارات وما إلى ذلك، لكن باطنها هي إجراءات عنصرية من الطراز الأول. وهذا أنا يعني بحكي لك هذا الكلام من منطلق قانوني. نعم. مش سياسي. هي إجراءات عنصرية حسب التعريف العنصري، حسب التعريف القانوني للعنصرية. حلو. ولذلك الإجراءات الاحتلال العنصرية اليوم لا تختلف عن إجراءات نظام الأبرتهايد، نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا، لا تختلف. وهذه من يقول ذلك كبار القانونيين على المستوى العالم. حلو. في وخصوصا في مدينة القدس. لا يعقل سيدي الكريم أن نتخيل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفصل أب أسرة عن عائلته، عن أطفاله، عن زوجته، عن بيته، عن أهله، لا يستطيع أن يتواصل معهم، لا يستطيع أن يصل إلى مدينة القدس. ونحن أمام حالة جديدة من حالات الطرد من مدينة القدس بأوامر عسكرية. نعم. بأوامر عسكرية وفصل هؤلاء الشباب عن عوائلهم، عن أطفالهم، طردهم من مدينة القدس إلى تركهم لمصيرهم خارج مدينة القدس، بالأحرى طردهم من عملهم. نعم. فصلهم من عملهم. ولذلك هناك حالة خطيرة جدا الآن تمارس على أهل مدينة القدس من أجل فرض أو من أجل إجبارهم على قبول الإجراءات أو الممارسات العنصرية الإسرائيلية. إذن يعني هناك يعني هجمة قانونية، وبالمقابل يعني أنتم يعني تقفون، لا تذهبون إلى القانون هكذا السيد الكريم؟ يعني هل من المصلحة أن نذهب للقانون هنا أستاذ خالد؟ نعم. هناك يعني الهدف، القانون هو ليس هدف، هو وسيلة. نعم. الهدف هو دعم صمود وثبات الناس الأسطوري في مدينة القدس. نعم. والهدف هو أن نظهر نموذج ناجح للعالم
يقول للعالم أننا نستطيع. حلو. الأخت هنادي حلواني ما سمعنا منها هي رسالة لكل العالم. الشعور بالعجز الذي كان سائدا عند الأمة هو شعور وهمي مش مظبوط. نحن نستطيع أن نفعل الكثير على مستوى الأفراد. امرأة انظر ماذا تفعل في قوات الاحتلال. صحيح. وعلى مستوى الجماعات، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدول، على مستوى الأنظمة، على مستوى الشعوب، على مستوى المثقفين الإعلاميين، الكل يستطيع أن يقدم للمسجد الأقصى المبارك. المطلوب من الجميع الآن أن يسأل نفسه سؤال واحد، ماذا أستطيع أن أقدم؟ نحن نطلب من الجميع أن يقدم ما باستطاعته، لا نريد أن يقدم أحدا فوق استطاعته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الجميع يقدم استطاعته؟ أنا لا أريد أن يشعر المشاهد العربي الآن بشعور العجز، نعم. بشعور اليأس، بشعور الإحباط، أنه أمام هذه القامة الكبيرة، نعم. في المسجد الأقصى المبارك يشعر الرجال بالحرج في العالم، لكنه أنا بالرغم من كل ذلك أقول له أنت تستطيع أن تفعل الكثير من مكانك، تستطيع من مكانك تستطيع أن تفعل الكثير لنصرة أولا هذه الأخت، لدعم صمودها وثباتها، لدعم عائلتها التي المحتاجة، وهذه حالة من الحالات. نعم صحيح. لدعم صمود المقدسيين في بشكل عام، لأن الذي يحافظ على هويتي أنا كأردني أو ككويتي أو كيمني هو الوجود البشري العربي الإسلامي الفلسطيني في مدينة القدس. وهذا كلام سليم. إن وجد هذا الوجود البشري نحن نحافظ على الهوية، وهذا بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى أموال وبحاجة إلى أشياء كثيرة. ربما دكتور حكمة الحديث، يعني لاحظنا في الآونة الماضية وقبل أن يعني في الجمعة الماضية سمح للناس بالصلاة، قبل ذلك كان هناك هجمة شرسة. ما الذي يريده أو ما الذي يريده الصهاينة من القدس في هذه المرحلة بالأقصى؟ ما الذي يريد؟ يعني أنتم كيف تفهمون هذه المرحلة، استراتيجية المرحلة عند الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ الاحتلال يريد إفراغ القدس. هذا العنوان. بكل الطرق، بكل الوسائل، بكل الآليات التي يسميها قانونية أو غير قانونية أو كل هذه التعبيرات، الذي يريده الآن كما قلت تفريغ القدس والمسجد الأقصى المبارك. نعم. وما بعد ذلك هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم وكل هذه الأمور، ولكن هو هذا الأصل، هذا هو الاحتلال. يعني بالرغم من كل هذا وبالرغم ما يريد الاحتلال وما يطمع إليه الاحتلال، يعني أنا أرى أن هذا الاحتلال واهم، وأنه مثل يعني الكثير ما مر به القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الذي كان سابقا ويعني غرب عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهذا الاحتلال أيضا سوف يزول، هذا تأكيد ومؤكد. ولكن نحن كمسلمون، كمسلمين في الداخل الفلسطيني، كأهل القدس، كالخارج، هنا السؤال، ماذا علينا فعله في هذا الوقت؟ نعم. الحرج. وأنا أقول عبارة دائما أقولها، المسجد الأقصى المبارك لا يحتاجنا، وإنما نحن من نحتاج، من نحتاج المسجد الأقصى المبارك. نعم. نعم، نحن من نحتاج المسجد الأقصى المبارك. فلهذا علينا أن نبذل ما هو واجب علينا، من نحن كفلسطين داخل بالتواجد والرباط والدود وحمايته، المقدسيين أيضا عليهم الصمود في هذه البلد المقدسة القدس، وحماية المسجد الأقصى المبارك والرباط هناك، وفي الدول في الخارج عليهم العمل بإذن الله لتحرير المسجد الأقصى المبارك، والعمل على يعني في هذه المرحلة على مساعدة وإعانة أهل القدس والمرابطون لصمودهم هناك. ونحن كما كنا وسوف أعيد العبارة مرة أخرى، نحن من نحتاج المسجد الأقصى المبارك. نعم. أستاذ خالد، يعني لن أذهب بعيدا، نتحدث عن المقدسات في هذه المرحلة، ما الذي يريده الإسرائيلي؟ يعني دعني نسميه على الأرض، ما الذي يريده؟ ما هي المعالم التي يريد تغييرها في هذه المرحلة؟ ما يبدو أنه كان يعتقد أنه يستغل الفرصة، يعني كان يعتقد أنه يستغل فرصة المرحلة والإقليم والتغيرات الكبيرة، لكن ما الذي أراده يعني سوى على مستوى الإعمار، البناء، تغيير المعالم؟ شو اللي صار بالضبط الفترة الماضية؟ الهدف، هدف الاحتلال الإسرائيلي الأخير هو هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة هيكلاً مزعوماً مكانه. هذا الهدف الاستراتيجي الواضح، هذا الهدف الأخير، هو يرسم أهداف صغيرة قبل هذا الهدف يريد أن يصل إليها حتى يصل في آخرة المطاف إلى هذا الهدف الأخير. ولذلك الواجب هو عرقلة أهداف الاحتلال الإسرائيلي الآن، لأنه إذا تم التساوق مع هذه الأهداف
الصغيرة التي بعض الأحيان تمرر بسياسات ناعمة ربما نصل إلى مرحلة قريبة جدا من هدم المسجد الأقصى المبارك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاحتلال الإسرائيلي يحاول الآن في هذه الفترة تغيير المشهد العام للمسجد الأقصى المبارك، بمعنى أنه يريد أن يحول المسجد الأقصى المبارك من معلما إسلاميا حصريا إلى معلم عام للعالمين لكل الديانات. نعم. هذا مكان مقدس صح للمسلمين واليهود وللنصارى، يعني والجميع يحق له أن يدخل. وبكلمات لطيفة وبسيطة، هذه كمرحلة أولى يريد أن يبرمج وعي الناس من جديد. المرحلة الثانية هو يريد أن يحول المشهد العام في المسجد الأقصى المبارك خصوصا في الساحات، ساحات المسجد الأقصى المبارك، يريد أن يحول المشهد من مشهد إسلامي بحت. بمعنى أنك أنت يعني عندما تأتي من الخارج تدخل المسجد الأقصى المبارك، أنت ترى يعني شيخ يصلي، شاب يسبح، أخت تقرأ القرآن، حلقة علم، حلقة ذكر، يعني درس التجويد، ثقافة إسلامية. هو يريد أن يغير هذا المشهد. طبعا هذه الثقافة الإسلامية تطفي مشهدا عاما على الأجواء كلها، ويريد أن يغير هذا المشهد. لذلك هو اليوم يقوم بإدخال أو تأمين عسكري لسياحة تهويدية داخل مسجد الأقصى المبارك. السياحة التهويدية يرافقها مرشد أو دليل سياحي يهودي بكل اللغات، استاذ عمر، بكل اللغة، عندهم مرشدين سياحيين بكل اللغات. حلو. وهو يقوم ب يعني ارشاد السياح الاجانب بلغتهم بالرواية التلمودية للاحتلال الاسرائيلي عن المسجد الاقصى المبارك. يعني هو يقف امام الكاس مثلا يقول هذا مطهرة الهيكل، وهذا مكان تقديم القرابين، هنا مدخل الكهنة، هنا سكن الطلبة مثلا، هنا سيبني يقولون الآن للسياح هنا ستهدم قبة الصخرة ويبنى الهيكل مكانها. يقولون يتحدثون عن مشروع. نعم. هم الآن يقومون بغسيل دماغ لشعوب الأرض. ولذلك هذه المرحلة التي يريد الاحتلال أن يفرضها في واقع الحال. في الآونة الأخيرة هو اعتبر أنه انتهى من فرض هذه الحالة كجو عام، أراد أن يحول هذه الحالة إلى وجود يهودي أكثر من ذي قبل، ولذلك حاول أن يؤمن اقتحام لليهود بشكل كبير جدا للمسجد الأقصى المبارك حتى يتحول المشهد العام إلى مشهد يهودي وتحت رعاية رسمية كان. انتبه أخي عمر، والجملة الأخيرة، السائح الأجنبي صحيح أنه يدخل تحت حراب الاحتلال وتحت يعني حرابهم الفكرية، أنا أقصد حرابهم الفكرية وتحت حمايتهم العسكرية، ويسمع الرواية التهويدية للمسجد الأقصى المبارك، هو يسمع شيء ولكنه يرى بعينه شيء آخر. يرى إنسان يصلي، يرى أخت متحجبة، يرى واقع إسلامي، يرى واقع إسلامي، فهو يخرج من المسجد الأقصى المبارك يعني على أقل تقدير رواية شكك فيها، رواية مشكوكة. لذلك محاولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم إدخال مستوطنين بالكم الهائل حتى يقنع العالم أن هذا معلما مهما دينيا يهوديا. جميل. في هذا الموضوع يعني هذا بيقودني سؤالك دكتور حكمة، يعني الفترة الأخيرة شاهدنا الاقتحامات للباحات من المستوطنين أكثر من إنها من الشرطة أو من يعني هل هناك أحيانا فارق في الاستراتيجية أنه يجي يدخل الشرطة يقتحمه أو يكون المستوطن، ولا في يعني كيف تقرؤها أنه أنتم تدافعون عن المسجد؟ نعم، يعني أولا المستوطن أو اليهودي أو السياح أو الجندي أو المخابرات كلها يعني وسائل نفس العلبة. نعم، نفس العلبة بشكل، ولكن كل واحد له دوره في وقت معين وفي أسلوب معين. ولكن يعني الاحتلال بشكل دائم يحاول يعني كما قال يعني أستاذ خالد، يعني يحاول جعل هذا المكان مكان عام لكل الناس لكل الديانات بهذه الوسيله. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن يعني راينا واستدركنا يعني شهدنا هذا الامر مسبقا، ولهذا احنا ايضا نحن يعني عندنا استراتيجيات واضحه يعني لتاكيد حقنا، ويعني كما يقولون دائما يعني من يتواجد في المكان هو مالكه. نعم. من يتواجد في المكان فهو مالكه. فنحن على هذا الأساس
نرى أن علينا التواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك على قاعدة وضع اليد يعني. نعم بالضبط وإحياء كل ما يتعلق في المسجد الأقصى المبارك. يعني كان يعني في سابقا يوجد شيء اسمه مصطبة علم، الآن أحيناه بشكل كبير. سابقا يعني الكثير كان سابقا كان الطلاب والعلماء يتواجدون على المصاطب وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك، وتم ذلك. أيضا من ناحية أخرى استطعنا أن يعني نربط الأطفال، فنرى بكل بشكل يومي يوميا يوجد يعني الحمد لله مشاريع. كان مشروع سابقا في مؤسسة عمارة في هو مشروع جولات مدارس القدس، والحمد لله استمروا مدارس القدس برفض المسجد الأقصى المبارك بالطلاب وإعداد يعني منهجية كاملة من إرشاد ومن برامج تربط هؤلاء الأطفال في المسجد الأقصى المبارك. يعني لو أخذت بالعامية خربطنا برنامجهم بشكل كامل. نعم خربطنا برنامجهم بشكل كامل واضح. من خلال هذا التواجد، من خلال هذه الفعاليات المتركزة في ساعة خاصة الساعات الصبحية. وجيد أذكر هنا أن يتم الاقتحام، يتم اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه في ساعات معينة. نعم. هي ساعات ما بين السبعة والنصف حتى العاشرة والنصف وما بعد الظهر، وهو في الساعة الواحدة تقريبا. ليش بيختاروا الأوقات؟ أيوة وبعد الثانية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف. سؤال جيد، لماذا يختار هذا الوقت؟ أيوة بالضبط. يعني نحن المسلمين الحمد لله رب العالمين نأتي إلى المسجد في صلاة الفجر وثم نغادر، نأتي في صلاة الظهر وثم نغادر، فهم يعلمون أن في هذه الأوقات يكون نوع من الفراغ في المسجد الأقصى المبارك، فهم أو يحاولوا استغلال هذا الأمر يعني ملء الفراغ. نعم ملء الفراغ من خلال هؤلاء المقتحمون بغض النظر من هم. ولكن نحن أيضا استدركنا ورأينا هذا الأمر، وكان يعني كل مشاريعنا تصب في هذا الوقت بالذات هذا الوقت. نعم. وتم الحمد لله رفض المسجد الأقصى المبارك في هذا الأوقات بألاف يعني الله. المسلمين بشكل دائم والحمد لله ربنا. نعم يعني واضح أنها معركة صور، معركة حضارة، معركة ثقافة، خطوها بـ 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 بأدوات. نعم. بدنا نشوف لقطات من مسيرة البيارق اللي احنا بنعتز فيها، يعني ونشكر أهلنا في فلسطين 48 على الجهد الكبير اللي في هاي المسيرة، ربما اللي بيعمل زاد بشري، بيعمل بنجح في انه نبدد عليهم فكرة انه يعطوا الناس او العالم انطباع اننا نحن تعلق عليه. يعني زاد بشري للمسجد الاقصى وايضا زاد بشري لاسواق القدس. نعم اسواق القدس يعني اعطاء حيوية حتى للاسواق. نعم حلو. نعم يعني ربما لو ما كانت البيارق اليوم يعني أسواق القدس خاوية. نعم خاوية والحمد لله هذا. طيب كان نشوف لقطات ونجي نعلق عليها. أنا مبسوط على البيارق. لقطات من مسيرة البيارق. إخواننا في الداخل ما بيقصروا، يعني جهودهم كانت كتير كبيرة للوصول للمسجد الأقصى. بعض الأشخاص أو بعض الرحال كانت تيجي على مسافات بعيدة جدا، ثلاث ساعات سياقة حتى تصل إلى المسجد الأقصى. إخوتنا في الخط الأخضر في مناطق 48 قد ساهموا في إحياء هذه المدينة اقتصاديا، كما ساهموا في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال مؤسسة الأقصى مسيرة البيارق. مسيرة البيارق الحمد لله رب العالمين من أنجح المسيرات اللي أعمرت المسجد الأقصى المبارك أولا، ثم أعمرت الأسواق البلد القديمة من الشوارع إلى أسواق إلى حتى الناحية الاقتصادية. من فضل الله سبحانه وتعالى أعمر القدس، يعني في إحنا كقطاع السياحي كنا نشتغل يعني، وكانت الحمد لله مسطورة الحال، لكن من خلال انتفاضة الأقصى المباركة طبعا السياحة أوقفت، يعني من الرحلات السياحية إلى القدس فأوقف عملنا نهائيا يعني. فكانت المنقذ الوحيد إن هي رحلة البيارق إلى المسجد الأقصى لإعمار المسجد الأقصى أولا، ثم إعمار الأسواق البلد القديمة كان، وكان الفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم مؤسسة الأقصى للإعمار المقدسات. أقمنا من أجل تعزيز مسيرة البيارق مؤسسة سميناها باسم مؤسسة البيارق. بحمد الله رب العالمين تملك اليوم سبع حافلات كبيرة حديثة تقوم بنقل يومي لأهلنا إلى المسجد الأقصى المبارك. كان هنا الاحتفال الكبير جدا، وهو احتفال صندوق طفل الأقصى، حيث نظمنا أكثر من 100 حافلة نقلت أطفالنا ونقلت
الأمهات والآباء للمشاركة بهذا الاحتفال. هذه الأعداد الهائلة جدا التي جاءت بيوم واحد كان لها أثر قوي جدا على الحركة الاقتصادية، على كل الحركة الاقتصادية، على حركة المطاعم ومحلات الملابس ومحلات البقالات. كل هذه المحلات بحمد الله رب العالمين استفادت الفائدة الكبيرة خلال هذا اليوم الكبير، وما زلنا نمضي بتحقيق أهداف تزداد يوما بعد يوم من خلال مسيرة البيارك. على سبيل المثال، هناك فائدة أخرى جنيناها وما زلنا نعمق من أثر هذه الفائدة الثالثة، وهي إقامة دروس، إما دروس إرشادية حول معالم المسجد الأقصى المبارك للوفود المشارك بمسيرة البيارك، وإما إقامة دروس فقهية للنساء في قبة الصخرة المشرفة، وإما إقامة دروس كبيرة للجميع كالدرس الذي أصبح مشهورا باسم درس الثلاثاء، والذي يحضره الآلاف من أهلنا، والذي يتناول القضايا التي تهم كل مسلم ومسلمي في هذه الأيام. ولا أنسى أن أؤكد أن هناك هدف رابع من خلال مسيرة البيارك، وهو الهدف السياسي، بمعنى إشعار كل من يهم الأمر، إشعار أحباب المسجد الأقصى المبارك وإشعار أعداء المسجد الأقصى المبارك أن الأقصى ليس وحيدا، أن للأقصى أهله، أن للأقصى أحبابه، أن للأقصى من يفديه بروحه وبدمه ويقدم من أجله الغالي والرخيص. إذن أستاذ خالد، ربما يعني مسيرة البيارك واضح أنها مشروع كبير ومشروع خاض حربا يعني شرسة مع الإسرائيلي على قاعدة ما يزعمونه وما تطبقونه على أرض الواقع. صلاة الجمعة قصة ثانية، يعني صلاة الجمعة كيف بصير الشغل عليها؟ يعني أنا باعتقادي أن صلاة الجمعة واحدة من الأهداف الموجودة لأهلنا في 48، كيف يتم التعامل معها، كيف يتم ترتيب أمورها وحاجة هذه الجمعة اللي بتكون موجودة؟ يعني حقيقة هناك نفس حي عند أهلنا في القدس وأهلنا في الداخل الفلسطيني للصلاة، خاصة يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. ولا ننسى سيدي الكريم أن المسجد الأقصى المبارك هو ليس قضية سياسية، هو قضية في صلب العقيدة الإسلامية. صحيح. أجر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وأجر الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك معروف للجميع. لذلك المسجد الأقصى المبارك موجود في وجدان الأمة بالمفاهيم الشرعية للمسجد وللأجر ولارتباطاته العقائدية وارتباطاته بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. صحيح. ولذلك هو قضية فوق السياسة وفوق الاعتبارات والمصالح. عابر للسياسة. نعم. يعني وهو قضية فوق الأحزاب وفوق الحركات وفوق الأنظمة وفوق كل شيء. صحيح. قضية يعني قيمة عليا. نعم. قيمة عليا عند الجميع. نعم. ولذلك هذه الروح السارية بين أهلنا في القدس وأهلنا في الداخل الفلسطيني تجعلهم يسيرون إلى المسجد الأقصى المبارك لإداء العبادة. وحقيقة الكل يعني نحن في صلوات الجمعة العادية بدون منع الاحتلال الإسرائيلي للمصلين يصل تعداد المصلين إلى ما يقارب 100,000 بدون جهد أوتوماتيكلي. بدون جهد. نعم. بدون جهد. يعني أيضا هناك حالة أيضا جميلة جدا تحصل عندما يتم منع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، تتم الصلاة عند آخر نقطة يمكن الصلاة. نقطة منع. نعم. عند آخر نقطة يمكن الصلاة فيها. يعني يقف الإمام مقابل الحاجز الأخير، وخلفه تقف الجنود، جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججة وسيارات القمع يعني قمع المظاهرات وقمع الناس والأسلحة وما إلى ذلك. هذه رسالة تحدي ورسالة إصرار على حقنا في المسجد الأقصى المبارك، رسالة إصرار على أننا لن نتنازل عن حقنا الإسلامي العقائدي
العربي الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك، وهذه وهذا هو الدافع للناس للذهاب الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك. ما تكلمنا عنه نحن هي وسائل نحن حاولنا أن نوظفها لخدمة هذا الهدف بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم بفضل المخلصين من هذه الأمة. دور فضيلة الشيخ رائد صلاح لا يخفى على أحد في إحياء هذه القضية في قلوب الأمة، في قلوب الناس، في قلوب العامة، في قلوب الشعوب. ولذلك نحن الآن أمام هذه القضية الجبارة، القضية الكبيرة. أسألك عن الشيخ رائد صلاح بعد شوي، التي باتت يعني جزء من توحيد الأمة، تكاد تكون سيد عمر تكاد تكون القضية الوحيدة اليوم التي يلتف حولها، هي البوصلة اليوم يعني. نعم. في الآونة الأخيرة شاهدنا أن الكيان الإسرائيلي يسمح بالصلاة، لم يعد يضيق. هل يعني البعض يقول من المحللين سواء السياسيين أو من يقرأ القدس بطريقة صحيحة، العمليات الأخيرة التي جرت في القدس، الغضبة نتيجة عمليات الدهس وغيرها من العمليات، عملية الكنيس مثلا، ثم الخشية من فلسطيني داخل يعني هذه الغضبة أو انتفاضة، كانوا يتحدثون عن انتفاضة حتى في الداخل، هل هي كانت السبب في أن إسرائيل يعني شوي عدت للعشرة، رجعت خطوة للخلف؟ يعني كيف تقرؤونها؟ كما تعلم أن قضية المسجد الأقصى المبارك حية في قلوب الناس في الداخل فلسطين أو في القدس، ويعتبرون قضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية مصرية، قضية الأولى على صعيد القضايا الموجودة في هذا المكان. فكل شيء يؤثر على المسجد الأقصى المبارك نرى له مردود يعني بشكل مباشر على الناس. فيعني لسوء عمل الاحتلال وعدم تخطيطه الصحيح ومحاولته لإغلاق المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، كان يعني رأينا مردود من جميع الناس، صحيح، مردود غضب الذي من خلاله شاهدنا مضاعفة الاهتمام والتواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك. يعني ووجدنا الكل ملتزم وغير ملتزم، يعني ردة الفعل الكل يغضب، الكل يغضب. فيعني أقول بشكل واضح الحمد لله رب العالمين أنه يوجد عندنا هذه يعني هذا الرابط السليم، الرابط الصحيح المباشر للمسجد الأقصى المبارك. ويعني أعتقد أن هذه إشارات واضحة لهذا الاحتلال بما يتعلق في المسجد الأقصى المبارك. نعم، هي إشارات واضحة أن الأقصى ربما خط أحمر لا يمكن يعني الاقتراب منه بحال من الأحوال، وهذا شعرنا فيه من زيارة جون كيري حينما جاء إلى المنطقة مهرولا خشية أن تحدث انتفاضة هناك في القدس. الشيخ رائد صلاح رمز قطعا أنه يؤرق المحتل، أنه يعني فعل الكثير، أنه جمع الكثير، أنه أحيا قضية القدس ربما في الداخل وعندنا جميعا، كان له دور كبير. الوضع القانوني هناك صراع باعتقادي، ممنوع هو من دخول، يعني صححني، يعني وضع الشيخ رائد قانونيا الآن لماذا؟ هل هناك تشريعات تمنع مثل الشيخ رائد أو من يحمل الجنسية الإسرائيلية الذهاب إلى الأقصى؟ يعني بصورة سريعة حتى الناس يعرفوا ما الذي يتعرض له هذا القامة العظيمة الشيخ رائد صلاح. أولا يعني فعلا الشيخ رائد صلاح الله سبحانه وتعالى طرح في جهده البركة الكبيرة، نعم، وبحق يسمى شيخ الأقصى، نعم، وحاز على هذا اللقب بجدارة، قام بإحياء هذه القضية في قلوب الأمة، والحمد لله رب العالمين هذه القضية اليوم موجودة في وجدان الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهوده الجبارة التي قام بها منذ عشرات السنين. الشيخ رائد صلاح سيدي الكريم ممنوع من دخول الأقصى المبارك منذ شهر فبراير من عام 2007 حتى هذه الأيام. والشيخ رائد صلاح رفض أن يتوجه إلى القضاء الإسرائيلي لإبطال هذا المنع. والشيخ رائد صلاح دائما كان يقول أنه يحتفظ بحقه في دخول المسجد الأقصى المبارك متى شاء بدون إذن من الاحتلال، رغما عن الاحتلال كيفما يراه مناسبا. نعم، لكن من الجهة المقابلة نحن نعلم أن الموجودون الآن على بوابات الأقصى الخارجية
هم جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي. هناك سيطرة على البوابات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك، وعندما نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك نحن نتحدث عن كل ما يدور حوله السور، ولذلك لا يستطيع المبعد عن المسجد الأقصى المبارك أن يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك، لأنه معرف عند هذه الشرطة ويتم اعتقاله ويعني حبسه بشكل فوري. في الأونة الأخيرة الشيخ رائد صلاح منع من دخول القدس عامة، القدس المدينة، نعم القدس المدينة، القدس الكبرى بشكل عام. هناك كثير من القضايا ولوائح الاتهام رفعت أو قدمت ظلما وزورا ضد فضيلة الشيخ رائد صلاح بسبب نشاطه في المسجد الأقصى المبارك، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس. الشيخ رائد صلاح تعرض إلى الضغوطات الهائلة من أجل التراجع عن هذا المشروع، تعرض إلى المساومات أيضا الكبيرة من أجل التراجع عن هذا المشروع، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالرغم من تهديدات الاحتلال وممارسات الاحتلال واعتقالات الاحتلال وحبس الاحتلال وملفات الاحتلال وفبركات الاحتلال، إلى أنه ما زال صامدا يصدح بحق العرب والمسلمين بقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. الشيخ رائد صلاح تم حبسه في عام 2010 بسبب قضية ما سمي في حينه قضية باب المغاربة أو جسر باب المغاربة، تم تقديم لائحة اتهام ضده وتم حبسه 5 أشهر في الحبس. اليوم الشيخ رائد صلاح معرض أيضا للحبس لفترات طويلة جدا، ممكن تعتبر أشهر أو سنين، بسبب خطبة قام بها عندما منع من دخول مسجد الأقصى المبارك. قام بخطبة الجمعة في منطقة وادي الجوز المحاذية لجدار البلدة القديمة للمسجد الأقصى المبارك في عام 2007. الآن هو معرض للحبس على هذه القضية. نعم الشيخ قام، هو يعني واضح جدا أن هناك صراع كبير بينه وبين الأجهزة هناك على قاعدة أنه مؤثر جدا. يعني هذا يقودني للسؤال، هل هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي على هذه الممارسات التي تكون هناك؟ الكل على قلب رجل واحد بالنسبة للاقتحامات، بالنسبة لشراسة التهويد في الفترة الأخيرة، أم أن هناك من يقول لا تريثوا، يعني هذا جنون؟ يعني كيف تقرأ المجتمع الإسرائيلي وأنتم يعني تفهمونه بطريقتكم؟ يعني الاحتلال هو احتلال، وكل المجتمع الإسرائيلي يعني يقوم بدور كل واحد بدوره للحفاظ على هذا الاحتلال والحفاظ على وجوده في هذه في أرض فلسطين، ومحاولة يعني كل الطرق ليستمروا في هذا المكان. فلهذا يعني تعددت الطرق والآليات لهذا الاحتلال، ومن خلال يعني قضية الأقصى بالذات هي قضية تعتبر أيضا قضية بالنسبة لهم دينية، وأيضا يعني أحد الأساليب لجذب اليهود من الخارج وإعطاء أمر ديني وروحي لهؤلاء اليهود بالبقاء في أرض الاحتلال. فلهذا هم يقومون الآن بتخطيط مدروس كما قلنا، اللي هو تفريق القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم بناء الهيكل المزعوم، وهو يعني حلم كل يهودي حتى لو كان يساري أو كل هذه المصطلحات، هذه يعني مجرد مصطلحات، ولكن يعني هم يرون هذا الرابط الـ يعني لتتكامل الصورة عند هؤلاء المحتلين، يعني حتى أن يعني موضوع بناء الهيكل هو موضوع أيضا يعني مستقبلا ليجذبوا باقي اليهود الذين رفضوا أن يأتوا إلى دولة الاحتلال ليأتوا مرة ثانية، لأنه هذا هو النازع الديني الذي يحافظ على كيانهم. ولكن كل هذا الجاذب الكبير لهم حتى يعني أستاذ خالد، واضح أن المجتمع الإسرائيلي حتى يعني في الانتخابات الأخيرة التطرف والحاخامات اقتربوا أكثر من المشهد الحاكم، لكن ألا يوجد قوى ممكن أحيانا لقادة عرب فلسطين أن يتواصلوا معهم، قوى يعني يهودية ربما يستطيعوا من خلالها كبح جماع هذا الاندفاع نحو التهويد؟ يعني نريد أن نسأل من هذا الباب، أم أنه لا يوجد يعني الأمور اختلفت؟
نحن كنا زمان يتحدثون عن اليسار، عن الميرتس، عن كانوا يتحدثوا، كان في هناك رهانات عربية على بعض القوى، هل غابت؟ هل هناك رهانات؟ نحن نستطيع أن نقول لك وبعد التجربة، بعد التجربة لا يوجد في المجتمع الإسرائيلي قوة تيار ممكن التعويل عليه في الحقوق العربية الفلسطينية الإسلامية. أبدا. لا يوجد من يقول هذا الكلام، هو يضلل العالم ويضلل وعي الناس، خصوصا عند العالم العربي والإسلامي الذين لا يفهمون ما يحصل يعني بشكل حقيقي عندنا في الداخل الفلسطيني. ولذلك لا يوجد مثل هذا التيار. نحن لا نتحدث عن شخص هنا شخص هناك، هذا يعني حالات فردية، لكن لا يوجد تيار ممكن التعويل عليه. هناك اليوم إجماع عند المجتمع الإسرائيلي من أقصى يساره إلى أقصى يمينه على موضوع الهيكل. هل ميرتس تقول أنه أن الشعب اليهودي لا يحق له أن يبني هيكلا في على أنقاض المسجد الأقصى المبارك؟ ميرتس موجودة في أقصى اليسار الإسرائيلي، تقول أن له الحق للشعب اليهودي أن يبني هيكلا مكان المسجد الأقصى المبارك، لكنهم يختلفون في الآليات، يختلفون في التوقيت. لكن لا يوجد تيار يعترف بالحق الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس. ولذلك السيد الكريم انتبه ماذا حصل الآن في يعني عند الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسع حدود مدينة القدس، حدودها التنظيمية، صارت القدس كبرى، صارت القدس كبرى تصل تقريبا إلى البحر الميت شرقا، إلى منطقة بيت لحم جنوبا، إلى منطقة رام الله شمالا، إلى منطقة أبو غوش يعني قريبا من مدينة الرملة غربا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لماذا فسر لنا إياها؟ لماذا يوسعون القدس الكبرى؟ يعني هذا التعريف لماذا يصبح واسع فضفاض؟ هم يريدون الآن أن يحولوا السكان المقدسيين في مدينة القدس بعد أن كانوا تقريبا 37% من مجموع سكان المدينة، ليس فقط شرقي القدس، نحن هم 37% من مجموع السكان شرقيها وغربيها، إلى أن لا يتعدى سكان العرب في مدينة القدس 12%. وهذا منشور بشكل رسمي. هذا منشور يعني هي لعبة يعني تحايل على الديموغرافيا. تحايل على الديموغرافيا. النقطة الثانية وهي الأهم، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مدينة القدس عاصمة لمين؟ لمين؟ لدولة إسرائيل. لا. 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 لماذا؟ عاصمة للشعب اليهودي. عاصمة. هكذا قوانينهم تقول. عاصمة للشعب اليهودي، بمعنى أن اليهودي الذي لا يملك جنسية إسرائيلية، الذي يسكن الآن في جزر الكاريبي وهو لا يملك جنسية إسرائيلية. هذه عاصمته. هذه عاصمته. اليهودي الأثيوبي في أدغال أفريقيا، هذه عاصمته. اليهودي في جبال هيمالايا، هذه عاصمته. كل يهودي في العالم هم يريدون أن يعتبروا أن يعتبر هذه المدينة عاصمته، وبالرغم من أنه ليس يعني ليس مواطنا إسرائيليا. نعم صحيح، ليس مواطنا إسرائيليا. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدينة القدس ليل نهار على مدار الساعة، يسخر لها كل نفوذه، كل إمكانياته الهائلة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. بالنسبة له لحظة تاريخية، هو يحاول أن يستغل الظرف المحلي، الظرف الإقليمي، لفرض أو للاستمرار أو التقدم في مشروعه التهويدي لمدينة القدس. وفي نقطة مهمة جدا، هو يحاول أن يغير الوضع القائم الذي كان قائما والمتفق عليه حسب الاتفاقيات الدولية داخل المسجد الأقصى المبارك. كما هو معروف أن الذي يحكم منطقة المسجد الأقصى المبارك حسب القانون الدولي هي مفهوم الوضع القائم. وهذا المفهوم اللي متفق عليه بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي اليوم يحاول أن يفرض واقعا جديدا على المسجد الأقصى المبارك. كيف تشعرون وأنتم لوحدكم سواء عرب 48 مع المقدسيين؟ واضح جدا أن المواجهة بأمانة، نتحدث بأمانة أنكم لوحدكم، يعني أنتم تواجهون لوحدكم. نعم تفضل. الصدق أني لا أشعر بوحدي. نعم.
ونحن لا نشعر بها. نعم. الصدق يعني هذا سؤال ولكن يعني أكون معكم صادق. أرى أن في العالم الإسلامي بشكل عام حب خالص للمسجد الأقصى المبارك، وهم يعني شعوبا وأفرادا يحاولون كل الوسائل لدعم صمود وأيضا يبرمجوا للكثير لتحرير المسجد الأقصى المبارك. فلهذا أنا لا أشعر أننا لوحدنا، بالرغم من أننا موجودون يعني في الأرض لوحدنا، ولكن الفعل والشعور هو أن المسلمين لن يتركونا، وهم يعني في هذا الوقت أيضا حتى يعني نشعر ربما أنتم متواضعون لدرجة أنكم تشعرون أنا والله نشعر والله ربما في بركات يعني الدعاء. أنا يعني عندي يقين أن حتى يعني الكثير من المسلمين بدعائهم الصادق يؤثرون على يعني المسجد الأقصى المبارك بشكل مباشر، وهذا أمر يعني نشعر به. نعم. وبالإضافة إلى ذلك يعني التعاطف الشديد والكبير لكل يعني ما مبارك، ويعني التحركات رأيناها في العديد من الدول الإسلامية التي يعني بالفعل نفتخر بهم من تحركات، وكل هذا الأمر يعني يزيدنا إصرارا وثباتا، ويعني نحن نعلم أننا على حق، ونعلم أننا أن هذه الطريق هي طريق مباركة، وهذه الطريق علينا أن نقوم بها. يعني فلهذا انا يعني لما استطعت اجابتها هذا طيب. السؤال خلص ولكن خلص بكفي. طيب استاذ خالد، سؤالي الاخير لك، يعني ساسالكم كل سؤال اخير، كيف تستشرف تتوقع مآلات المرحله القادمه فيما يتعرض فيما يتعلق بالمسجد الاقصى؟ يعني هل هناك انعطافات كبرى؟ هل هناك مخاطر كبرى في قادم الايام؟ هل يعني على المدى القصير يعني، اما الامور ستبقى كما هي الان تراوح مكانها، يعني كونكم اقرب منا الى هذا المشهد؟ أولا يجب أن ننطلق من منطلق واضح وحقيقة ساطعة كالشمس، أن المسجد الأقصى المبارك قضية منتصرة، لا نشك في ذلك ولا 1%، ولله الحمد ولذلك أيضا نحن نعتقد أن من يحبه الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخره الآن لنصرة المسجد الأقصى المبارك، والمحظوظ كل الحظ هو الذي الآن يعمل لهذه القضية. نعم. المحروم كل الحرمان، حقيقة كل الحرمان هو الذي يحرم الآن من هذه النعمة. نعم. نحن في نعمة لو علمتم ما نشعره لجلدتمونا عليها بالسيوف. الله حقيقة الله. بالرغم من كل هذه الإجراءات، لكن سيد الكريم واضح أن المعركة تحتدم والصدام قوي والمعاناة ثقيلة والألم كبير في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، ونحن ننتظر حقيقة أن تتحرك الأمة بجموعها لتركب معنا في هذه السفينة. نحن نحلم ويعني وذلك يعني نأمل أن يتحقق ذلك سريعا. الاحتلال الإسرائيلي لن يقدم على أي خطوة إلا إذا شعر أن الظروف المحيطة به حتى على المستوى الشعبي هي ظروف مريحة يستطيع أن يتقدم في مشروع. نعم. الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل قانونيا، يستغل فرص، صحيح، يستغل يعني الظرف الموجود فيه. ولذلك هنا نحن نتوجه إلى الشعوب، نقول لهم أنكم تستطيعون أن تحركوا العالم كله. نعم. كل في موقعه، إذا صدرت أو إذا خرجت مظاهرات صرخات من أجل المسجد الأقصى المبارك سيتحرك كيري. صحيح. كيري سيتحرك، سيتحرك أوباما، ستتحرك الدنيا كلها من أجل أن يهدئوا هذه الأمور، وهي واحدة من أدوات حماية الأقصى في هذه المرحلة. دكتور حكمة، بدي أختم معك، قضية منتصرة يعني هذه يعني روح نؤمن بها وهي جزء من عقيدتنا، لكن ماذا أيضا تقول للشعوب في هذه المرحلة؟ أنا أقول كالتالي، نحن نستبشر خيرا، ونحن كما قال أخي نحن نرى النصر قريب، وأقول كلمة يعني في رؤيتي في المسجد الأقصى المبارك بالداخل، مشاهدتي الطفل، الرجل، العجوز، الكل
الآن لا يخافون المحتل، لا يخافون من السلاح، لا يخافون لا أبدا، ولا النساء ولا الأطفال. شاهدنا على الشاشات هذا والله. نعم صحيح. إنهم يتحدون بقلوب يعني الشجاعة بشكل لم أراه. حتى الشيخ الذي عمره أكثر من 80 سنة إنه يتحدى هذا الاحتلال ولا يخاف من هذا الاحتلال. وبالعكس يعني الكثير من يعني من أعرفهم من الكبار والصغار قال، يعني أنا أحد الكبار قال أنا أتمنى أن أستشهد هنا. نعم. أريد أن أنهي حياتي هنا في المسجد الأقصى المبارك. هؤلاء الذين هم الآن مرابطون في المسجد الأقصى المبارك. فما كما قال أخي وحبيبي الأستاذ خالد أن يعني هذه المرحلة هي مرحلة بإذن الله هي الأخيرة. فيا إخواني يا أحبابي في العالم الإسلامي كله اركبوا معنا. نعم. كونوا معنا. نعم. نتمنى أن نركب معكم، وكما قلت للأخت هنادي قلوبكم مؤمنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتكم، ونحن أيضا نخجل أمام يعني نظرات عيونكم التي يعني ملؤها الإيمان، ونتمنى لكم دائما أن تكونوا على قدر المسؤولية حتى تأتي ربما لحظة نتحرك ونركب معكم. نسأل الله ذلك. أشكرك الأستاذ خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية سابقا، والدكتور حكمة نعمنة مدير عمارة الأقصى والمقدسات سابقا، سعدت بكم ويعني ربما أضفتم إلى إيماننا إيمانا. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين لا يسعني لأن أشكركم، نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.